أنا إلى سؤال عن العفو. أنت بالمؤتمر الصحفي اللي عملته يبدو كأنك عم ترجع تقول أنتو يعني أنا قررت أنه أطوي صفحة الحرب، بس يبدو مش ماشي. برأيك اليوم لو اللبنانيين بالفعل فتحوا صفحات ودفاتر الحرب كان بيكون اليوم الوضع أفضل؟ طبعا بيكون أفضل، بس خليني جاوب قبل على اللي سمعته من أستاذ لقمان سليم. أنا لا أشارك أستاذ سليم بنظرته للأمور. الحرب في لبنان على الأقل بجانب أساسي منها كانت حرب أهلية فعلية، يعني اشتركوا فيها بشكل أو بآخر كل اللبنانيين، والذين لم يشتركوا فيها يعني لا أريد أن أقول كلاما كبيرا، إما أنه لم يكن لديهم مكان فيها، وإما أنهم متخاذلين، لأنه حرب كهذه الحرب شملت كل لبنان، لم تكن بين 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 مجموعات إجرامية أو بين مجموعات مسلحين أو بين مافيات. لقد طالت الحرب، لقد هزت الوطن بكيانه، يعني كان هناك يعني خلاف عميق جدا في النظرة إلى الدولة اللبنانية وتركيبتها والنظام اللبناني والوجود الفلسطيني المسلح ومجموعة عوامل إقليمية ودولية أدت إلى ما أدت إليه. وبالتالي النظر إلى الحرب اللبنانية وكأنها مجموعة جرائم وكيف نعفو وغير نعفو، هذه النظرة غير واقعية وغير صحيحة. ممكن أن تصح لو أنه نحن كان عندنا بعض المافيات، وهالمافيات هذه مافيات تجارية أو مافيات مخدرات كما هو الحال الآن ونريد العفو عنها، هذا ليس صحيحا، لأنه إذا ذهبنا بمنطق الأستاذ سليم بالذات يعني كل قيادات الصف الأول في لبنان كلها على الإطلاق، يعني من السيد حسن نصر الله لوليد جنبلاط وما بينهما وقيادات الصف الثاني والثالث والرابع وأكثرية الأحزاب، كل الأحزاب اللبنانية عمليا، يعني من الحزب الشيوعي إلى الحزب القومي، لا القوات اللبنانية لا حزب الكتائب لا حركة أمل لا حزب الشراكة، كلهم نأخذهم ونحطهم بالحبس. مين بيضل من الشعب اللبناني؟ لا يبقى أحد. يمكن أريح له شوي الشعب اليوم. هذا شيء آخر مختلف تماما، ولكن لا أعتقد ذلك. أكبر دليل في لبنان هناك ديمقراطية حقيقة، لو كانت نظرة أستاذ سليم صحيحة كان يجب على الشعب اللبناني أن لا يعيد انتخاب تلك القيادات، بينما بالفعل تلك القيادات ما زالت تحوز حتى اللحظة على الثقة الكبيرة لمجموعات كبيرة من الشعب اللبناني. هذه يمكن حقيقة لأنه من سمح لبدائل يجي دكتور، يعني اليوم أنت بتعرف أنه في عصب كبير بالشارع اللبناني بيقول داء خلقنا هي نفس القيادات نفس العائلات، مع احترامي شديد يعني أنا عم اتدخل بشأن داخلي، بس أنا على الأقل هيدا اللي سمعته من وقت ما جيت لهلا عم حاول أسأل الشباب. خلونا نطلع من هالحلقة المفرغة. صحيح. لماذا لا يخرج التكرار؟ لماذا؟ بسبب وجودكم. غير صحيح، وكأننا نحن نقمع الناس. غير صحيح، هناك فريق واحد من اللبنانيين أنه من وقت لآخر يقمع الناس. ولكن أنا أريد أن أسأل كل هؤلاء، أليس هناك من انتخابات في لبنان؟ انتخابات جدية لبنان سنة 2009 صارت انتخابات جدية جدا، كل العالم بيعرفها. لماذا لم يترشحوا؟ لم يتقدموا الانتخابات النيابية؟ لماذا يؤسسون أحزابا؟ إذا كانت الأحزاب الحالية قد أصبحت أحزابا قديمة والقيادات هي نفسها قيادات من وقت الحرب وزهقنا منها ما بقى بدنا إياها، لماذا لا يتقدمون ويطلبون من الشعب اللبناني تأييدهم؟ هذا يعني يمكن عم توقعوا بنفس المشكلة اللي كنتوا تنتقدوها بالبلدان العربية الأخرى، تحديدا مثلا كان في انتقاد لسوريا أنه نفس النظام والتوريث وغيره. اسمحي لي أنتوا تأتوا على نفس النموذج ولكن مكرر. اسمحي لي ستة بستة مكرر يعني. اسمحي لي أنت مش ابن يعني أنت مش ابن عائلة سياسية، ولكن اليوم حتى أنت زعيم أبدي للقوات. لا اسمحي لي يا سيد زينب، الأنظمة في الدول العربية كانت ماسك الوضع بالقوة، ما تخلي الناس تعبر عن رأيها. في لبنان أنت ترين بنفسك كم هي وسائل الإعلام، مما كان بيكتب على الفيسبوك بجرايد بالتلفزيونات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. حرية العمل السياسي، تستطيعين أن تشكلي حزبا سياسيا. هل تقدم أحد بشكوى أنه حاول أن يؤسس حزب سياسي ومنعه أحد في لبنان؟ أبدا. ولكن أن نقوم بمهاجمة الأحزاب الكبيرة أنا لست مع الكثير منها طبعا، والقيادات الأخرى أنا لست مع الكثير منها، وأرى ثغراتها أكثر بكثير مما يراه بعض الآخرين، ولكن مجرد مهاجمتها وأنه لا يتركون لها مجال، ما حدا بيترك مجال لحدا. بيقولوا أنتم مفصلين الانتخابات على مقياسكم جغرافيا وسياسيا، في سلاح اليوم عند كثير من الفرقاء، ولكن ليس عندنا.
بس انا ساقول لك شيء اخر. سلاح اليوم؟ ابدا 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 ابدا. بس اقول لك شيء اخر، انا من الاشخاص اللي خارج النادي السياسي في لبنان، كيف وصلت الى هنا؟ كيف؟ هل الان يقولون في الحرب ما لان الحرب ميليشيا اوكي طيب قسم الحرب هلا في ميليشيا؟ ابدا. مش العون مسلحين شخص تيار من خارج النادي السياسي. طيب مسلحين تيار المستقبل اللي شفناهم، الاسير اليوم بصيدا، في ميليشيات جديده، مين متبناها بطرابلس؟ في سلاح بالنعمه. اول شيء تيار المستقبل ما عنده مسلحين، في مسلحين عندهم سياسه قريبه لتيار المستقبل بينزلوا على الشارع، بس مش معناتها تيار المستقبل. بس المسلحين الاخرين الذين تتحدثين عنهم في طرابلس وهم بشكل أساسي من السلفيين، أو الشيخ أحمد الأسير. بكل احترام أنا سأقول لك في 2009 تقدم البعض منهم الانتخابات النيابية، على ماذا حصل؟ في طرابلس على 1100 صوت من أصل 100,000 صوت. في صيدا هناك انتخابات خلال 6 أشهر خليط قدموا. أنه الرأي العام ليس مع هؤلاء المسلحين، نحن لسنا مع المسلحين والسلاح. طب مين داعمه اليوم يا دكتور يقدر ينزل على الشوارع يعمل اعتصام ويحرق يعني يحرق مناطق مثل ما هي؟ ضعف الدولة القائمة وقت الدولة بتسمح لفريق هو فريق حزب الله أن يتصرف على هواه وذوقه، وبالتالي كل مواطن لبناني سيسمح لنفسه، مع أنه هذا خطأ وخطأ جسيم جداً، نكون ندمر الدولة التي هي مشروعنا بأيدينا. كل مواطن لبناني بيسمح لحاله أنه يعمل ميليشيا هون ويعمل تجمع هون. إذا بتجي اليوم على الشيخ أحمد الأسير بتقولي بدي أخذك أنت ومسلحين تبعك، بقولك روح أخذي تبع حزب الله. شو بتقولي؟ لا هذيك مقاومة، بقولك ما أنا مقاومة أكثر منهم. هذه المعضلة التي بات لنا 8 سنين من بعد انتفاضة 2005 عم نتحدث فيها. طالما هناك في سلاح في لبنان سيفرغ هذا السلاح في المدن والقرى، وهذا شيء لا نريده. لذلك يجب وضع كل السلاح داخل الدولة اللبنانية في المؤسسات الدستورية وأن يصبح كل الناس متعادلون أمام القانون. طب اليوم الدولة اللبنانية ضمن مؤسسات الدستورية اللي رسمها الطائف، هل هذا الاتفاق ما زال يسع يعبر لكل القوى الفعالة على الواقع في الواقع اللبناني اليوم؟ يعني طبعا ما زال برأيك؟ وإذا اعتقد البعض أنه لا يتسع لهم يكونون يرتقبون خطأ جسيم جسيم، لأنه لا مكان لطائف معدل. فأما اتفاق الطائف وأما يذهب البلد في اتجاهات أخرى يعني في المجهول صراحة. جنبلاط بيقول سلاح حزب الله مقابل طائف جديد على الأقل، شو يعني؟ هذا أمر مرفوض، هذا أمر يؤكد من جديد بأن هذا السلاح ليس سلاح مقاوم، لأنه سلاح المقاومة لا يتعاطى بشؤون داخلية ولا يستعمل لتعديل معادلات داخلية. وليس تحت وطأة السلاح سنقوم بتعديل أي معادلة داخلية. اتفاق الطائف يعني من بعد حرب 15 سنة تتوصل اللبنانيين إلى اتفاق الطائف، من العبث بما كان محاولة العبث باتفاق الطائف. ما برأيك وصلتوا لطريق مسدود يا دكتور اليوم؟ صحيح، نحن في طريق مسدود، إما عسكري مواجهة أو حل سياسي اللي هو تعديل اتفاق جديد. أبدا وغير مقبول الموضوع. وإذا كان أحد يحاول فرض الأمور بالقوة فليحاول. تقلي ليش غير مقبول؟ شو هو؟ تعديل اتفاق الطائف. لأنه منكون مثل عم يفتح بندورا بوكس، إنه إذا طرحت التعديل على اتفاق الطائف ما كل فريق من الفرقاء اللبنانيين ما حدا راضي تماما باتفاق الطائف، والمطالب مطالب متناقضة، وبالتالي سننتهي بلبنانان وثلاث لبنانات وعشر لبنانات ممكن. يعني لا احد يجب ان يكون من الحكمه ان يكون يعني ان يتمتع القاده الاخرون من الحكمه بما كان ان لا يلعبوا بموضوع اتفاق الطائف. تقوليني في طريق مسدود، ما اوصلنا الى طريق مسدود في الوقت الحاضر هو استعمال العنف والسلاح والاغتيالات في اللعبه السياسيه اللبنانيه، في الحياه السياسيه اللبنانيه. لا حياه سياسيه سويه مع الاغتيالات والقتل السياسي. يجب إيقاف الاغتيال والقتل السياسي قبل البحث بأي لعبة سياسية جدية. دكتور، اتفاق الطائف اللي أنت وافقت عليه وهلأ عم بتدافع عنه، أليس هو السبب بأنك دخلت على الحبس؟ لا، السبب هو عدم صدق وعدم استقامة الأطراف التي كانت مفترض بها أن تطبق اتفاق الطائف، إن كان داخليين أو الخارجيين.
هذا سبب، لأنه سوريا من بعد ما أقر اتفاق الطائف وانشغلت أكيد الدول العربية بأمورها، وراحت أمريكا من بعد حرب الخليج انشغلت بأمورها، أقدمت على مصادرة اتفاق الطائف وعلى تطبيقه تبعا لما يناسب مصالحها وليس تبعا لما هو منصوص عنه في اتفاق الطائف. مثلا على سبيل المثال الحسب، في اتفاق الطائف لا وجود لأي تنظيم مسلح بعد نهاية الحرب. لماذا أبقوا على حزب الله؟ يقولون لك لأنه هذا مقاومة ضد إسرائيل. ما في اتفاق الطائف بالذات هناك نص كامل محطوط كيفية مواجهة إسرائيل، والنص واضح جدا بالعودة إلى اتفاق الهدنة وبنشر الجيش اللبناني على الحدود وليس بإقامة تنظيمات مسلحة لمواجهة إسرائيل. دكتور غسان حجار مدير تحرير صحيفة النهار سجل لك يعني تعليق ورأي، إذا بتسمح نسمعه مع بعضنا. لا شك أنه سمير جعجع شخصية جدلية جدا، رجل خاض الحروب وعاش الحروب، ولكن الوحيد اللي دفع ثمن هذه الحرب بأنه قعد 11 سنة بالسجن، الوحيد اللي يمكن كان عنده أو من القلائل اللي كان عنده الجرأة أنه يرجع يقولوا نحن غلطنا ويعتذروا عن الحرب. ولكن بشخصيته الجدلية أنا منا واضحة عندي إذا هو فعلا طوى صفحة الحرب إلى ما لا نهاية، أو في بعض التمظهر بنوع من المثالية التي تشبه القداسة، واللي هي يمكن أثرها كان الكتب الفلسفية والدينية اللي قريها بفترة السجن. ولكن رغم كل هالفلسفة الروحانية اللي قدر فيها بيحكي الدكتور سمير جعجع، ما قدر بعد على أنه يعمل مصالحة مسيحية هو والعماد ميشيل عون، وأثار الماضي اللي هي منة تاريخية، يعني اليوم إذا منشوف بين مجموعات تانية يمكن في خصومة بتعود إلى 1400 سنة أو 1500 سنة، هن عندهم خصومة عمرها 20 سنة وهي خصومة سياسية، ولكن تحولت نوع من الحقد المتراكم اللي بيأكد لي أنه اتنيناتهم وقت اللي بيحكوا بأنه طووا صفحة الحرب أنه فعلا ما قدروا يطووا. رأيك دكتور شو بتقول له على الحكي؟ وقتي استاذ حجار بقول له اول شيء هذا اللي عم بيحكي انه منه واثق اذا تمظهر ولا ممارسه سياسيه فعليه، ما هو في يشوف قدام عيونه، ما في يحكم عن النوايا، يعني في يجي يقول مثلا انه لا سمير جعجع باليوم الفلاني عمل هيك او عمل هيك او عمل هيك، ما في يقول انه انا مني واثق انه يمكن يكون هي يعني قصه مظاهر بس و بحب كثير يكون حد بحب كثير يكون حد وبالتالي بس انا عم بكون واضح مش حد، وبالتالي هيدي ما بوافق رأي فيها. النقطة الثانية أخذه كمقياس إنه إيه بعدنا بخلاف مع العماد عون، نعم خلاف سياسي، ليش هو على اتفاق سياسي مع كل الفرقاء السياسيين موجودين على الساحة أو هو على اتفاق مع آراء البعض وعلى خلاف مع آراء البعض الآخر؟ هو اعتبر إنه في حقد لا أنت ولا هو عم تقدروا تتجاوزوا. إيه ما قراءته للواقع غير صحيحة، لأنه يعني إذا بيتابع الوضع السياسي بيلاقي على إنه في طرحين سياسيين مختلفين وفي تموضعين استراتيجيين مختلفين، يعني ليك العماد عون حزب الله سوريا ما بده شيء، نحن تحالف 14 أذار لبنان الحر مثل ما نحن بنفهمه، يعني هل هذا لا يستحق خصومة سياسية؟ كيف تكون خصومة سياسية؟ إذا كان في فرق بالآراء السياسية ممكن في حقد، هذا غير صحيح. يمكن يكون في حقد عند البعض بس مش عندنا نحن ابدا، بالنسبه لنا اختلاف سياسي فقط لا غير. وانا بدي اسال الاستاذ حجار بالذات انه هو اذا على خلاف بالراي السياسي مع احد اخر نقول في عنده حقد بينه وبين هداك، غير صحيح. لا يعني مثلا حسن نصر الله تهجم عليك بخطابه، صحيح انت رديت له بالمؤتمر الصحفي وبالطريق بالمعيه تهجمت على بالبدايه بلشت بعون، لا ما حكيت المره البشعه الجنرال عون عم قلت مثل المره البشعه او لا لا, لا لا عم بحكي عن شو زنبه؟ عن الاسلوب لا عم بحكي عن الاسلوب انه وقت تفاهموا مع بعضهم انه كنت انا بتامل انه السيد حسن ياخذ يعني من المضمون مثل السياسي يعني مضرب مثل اليوم عملته للجنرال عون بطريقته هيك، يعني صار بدل ما العماد عون يقتبس من السيد حسن طريقته السابقه بالمنهجيه والتصاريح والممارسه السياسيه، صار العكس انه السيد حسن اقتبس من العماد عون طريقته هيك بالتصاريح السياسيه، هذا اللي قصدته. ايوه بعرف. شو مشكلتك ليش مع تصاريحه للجنرال عون؟ مثل مشكلة كثيرين من الناس، يعني أنا بتقديري منا تصاريح يعني مرتبطة مع بعضها مش كلها سوا عندها يعني مثلا سمعتوا عم بقول بالآخر أبدا أي حكومة تشكل بنقعد نتحاور تتشكل الحكومة، طيب يا جنرال
ما انت من سنه ونص بس ما راح يصير لهم سنتين. سقطوا الحكومه ما كانوا فيها هن، وبالوقت يلي تبع الاتفاق الدوحه ما كان لازم يسقطوها، يعني هذا كان اختراق لاسقاط الاتفاق الدوحه. سقطوها، لا عملتوا طاوله حوار ولا شيء، وجيتوا باكثريه معتوره تاخذتوها بقوه ووهج السلاح الذي لدى حزب الله، شكلتوا حكومه جديده وحدكم. طيب ليش هلا صار بدك انه تطبق حوار؟ يعني ما بده يكون في منطق بالعمل السياسي. هي قصدي انه كل بكل لحظه ممكن يقول لك اللي بدك اياه، بس هيك من هذا. بس في 50% من المسيحيين اليوم معه. ماني من رايك انا. مينيموم يقال على لا الاقل. لا لا هذا غير صحيح. على الاطلاق. كيف نعرف اذا صحيح ولا لا؟ كيف تعرفي مثلا؟ كيف بالانتخابات اخذ اكثر الكراسي؟ لا بال 2009 بالانتخابات اخذ 50% من الصوت المسيحي. بس مثلا هلا بحكيك عن اسبوعين ثلاثه. انتخابات الانديو يلي هي جامعه مسيحيه بامتياز، الايو يلي هي كمان جامعه بنسبه كثير كبيره مسيحيه، كل الاماكن المسيحيه الصافيه يخسر فيها عون. وين بيربح مثلا؟ بالاماكن يلي يوجد فيها تواجد لحزب الله وامل يعطوا صوتهم مثلا بقضاء بعبده في لبنان او بجزين او بجبال. بينما المناطق المسيحيه الصرف يعني ماكسيموم 2009 كان 50% 50%، ولكن بالوقت الحاضر تغيرت الموازين، اصبح اقل اصبحنا اكثر. والانتخابات القادمه هي قادمه بالفعل. قادمه وعم بتقول انت لازم تكون قادمه وستربح. صح. بغض النظر اي قانون. بالضبط، بالوقت الذي يجب ان نختار فيه القانون الافضل، بغض النظر عن انه اذا كنا بنربح ولا بنربح بكافه القوانين، بس اصلا لازم نروح على القانون الافضل، يعني اذا فيك تطلع من البيت بحيالة ثوب مش معناتها تطلع من البيت بحيالة ثوب، لا. طيب قانون النسبيه مش الافضل للمسيحيين كلهم؟ لا مش هذا راينا. الافضل هو قانون الدوائر الصغرى. لانه قانون النسبيه اسمه عليه، قانون النسبيه نسبه لعددي، معناتها جيتي انت على الديمقراطيه العدديه، مش هيك اتفاق الطائف. اتفاق الطائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بغض النظر عن الأعداد. وبالتالي قانون الدوائر الصغرى بيمكنك على أنه صراحة تقربي قد ما فيك من هالمناصفة. طيب اسمح لي روح لإعلان بسيط. أوكي. ونرجع معك. أوكي. إعلان مشاهدينا لحظات نعود إليكم. إلكم علاقتك بإسرائيل. نعم. أنت بالنسبة لكثيرين رجل متعامل مع إسرائيل. نعم. إسرائيل في لبنان، طبيعة العلاقة اللي صار انه بايام الحرب اللبنانيه كان كل فريق من الفرقاء اللبنانيين المسلحين يتناول اسلحته وذخيرته وتقنياته العسكريه من مكان، في البعض اخذها من روسيا، في البعض اخذها من هون، في البعض اخذها من هون. للاسف وبقول لك للاسف صراحه، باوائل ايام الحرب فريقنا اخذ اسلحه وذخائر وتقنيات عسكريه من اسرائيل للضروره القصوى. بتعرفي الضرورات الكيانيه الكبرى تبيح المحظورات في بعض الاوقات، بقول لك وللاسف بعد استلام لقياده القوات اللبنانيه في سنه 86 بدات اقيم علاقات مع الاطراف العربيه، بدات مع منظمه التحرير الفلسطينيه ومن ثم انتقلت الى العراق، مصر، الجزائر الى اخره الى اخره، وقبل نهايه الحرب كنت قد انهيت العلاقه مع اسرائيل. وبالرغم من كل هذا يتهموني الاخرون خصوصا النظام السوري وحزب الله بالعماله لاسرائيل بالعماله لاسرائيل. الوحيدين الذين كان ممكن ان ينطبق عليهم هذا الوصف هم الذين كانوا حلفاء فيما بعد للنظام السوري ولحزب الله. اسرائيل اليوم بالنسبه لك عدو؟ طبعا طبعا طبعا، انا مواطن لبناني صالح عند اللزوم طبعا، ولكن بخلاف نظره حزب الله الايديولوجيه، اي طرف ان كان عدو ولا شقيق يحاول الاعتداء على اي لبناني او على اي ارض لبنانيه او اي حدود هو ايضا سيكون يجب ان يحارب. طبعا اذا حاولت اسرائيل القيام باي اعتداء على لبنان نحن في الطليعه. بس انت بتتقبل وجودها بالمنطقه على الاراضي الفلسطينيه المحتله تاريخيا؟ هذا بحث اخر، يعني هذا بحث ايديولوجي، هنا موقفنا تحدده تماما يحدد الاجماع العربي كما ورد في المشروع العربي للسلام في القمه العربيه التي انعقدت في بيروت في العام 2002 مثلا. هذا موقف ايديولوجي، هذا بحث اخر مختلف تماما. لا احد منا يستطيع اكراه الاخر على موقف ايديولوجي معين. هناك مشروع عربي للسلام وافق عليه بالدرجه الاولى كل الدول العربيه والفلسطينيون بالذات. طيب صبرا وشتيله، علاقتك بصبرا وشتيله؟ ولا شيء ولا اي شيء. لست انت وراء مجزره صبرا وشتيله؟ ولا اي شيء، لا من قريب ولا من بعيد. اللي حبيت اللي قام بها؟ انا لا لا اريد ان ادخل بالتفاصيل خصوصا بالنسبه لاشخاص الان اصبحوا في ذمه الله،
ولكن أحيل كل المتسائلين عن صبر وشتيلة، ما بدا شيء. تشكلت وقتها لجنة تحقيق إسرائيلية اسمها كهنة، لجنة كهنة قال فليذهبوا هناك تحقيق، يعني 200-300 صفحة وفي كل التفاصيل، وعلى أثرها أدت إلى استقالة، إلا إقالة وزير الدفاع آنذاك أرييل شارون. وهناك عدة تحقيقات دولية. صبرا وشتيلة بدون معرفتك دكتور، وانت أنا كنت مسؤول عن جبهة الشمال، صبرا وشتيلة في بيروت هنا، يعني بعيد 100 كيلومتر عن مكانها. هنا الوقائع موجود، الوقائع كلها في تقرير لجنة كهنة وفي تقارير دولية أخرى. أنا أطلب بهذه المناسبة من كل أحد عنده أي شك بهذا الأمر أن يعود لكل التحقيقات الموجودة. هن اتهموا إلي حبيئة هذه التقارير صح؟ على الأكيد. خلينا نفيد المشاهدين. على الأكيد. على الأكيد أنا لا علاقة لي ولا علاقة للقوات اللبنانية كمؤسسة، كمؤسسة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع صبر وشتيلة. وأكبر دليل على ذلك أول علاقة عربية أقمناها كانت مع منظمة التحرير الفلسطينية. طب أنت مع مقاومة المسلحة الفلسطينية ضد إسرائيل؟ أنا مع ما يختاروا الفلسطينيين لأنفسهم، ما بقدر زيد عليهم، ما بقدر زين ظروفهم، ما بقدر أدر محلهم، هذه كلها طروحات نظرية. إذا اختار الفلسطينيون مقاومة مسلحة. عم تتهرب من الإجابة دكتور؟ لا مش عم تهرب أبدا. يعني اليوم أنت عندك رأي بسوريا، عندك رأي بمصر، طبعًا. عندك رأي بفلسطين. طبعا أنا رأي بسوريا هو ما اختاره السوريين لأنفسهم. إيه بس أنا مسألك على فلسطين. لفلسطين ما يختاروا الفلسطينيون، إذا اليوم رئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية وأكثرية الفلسطينيين اختاروا النضال المسلح، أكون معهم وراءهم بدون أي لبس ولا إبهام. ولكن لا أستطيع أن أنت بتعرف أنه ما راح يختاروا يعني بعد اتفاق أصله. هذا أنا عم بحكي لأنه في فصائل أخرى. فإذا اختاروا فإذا اختاروا ما اختاروا. طيب اسمح لي لك، رامي من سوريا عم بيسألك، هل وقوفك مع الثورة السورية لأنها ثورة شعب مظلوم ينادي بالحرية أم بسبب عدائك للنظام السوري؟ طيب ولماذا لك موقفي من الثورة في مصر، في ليبيا وفي تونس؟ وهل كان هناك عدائية بيني وبين النظام في مصر أو على العكس وتونس وليبيا؟ لا، بسبب طبيعة الثورة القائمة في سوريا. أهلا بكم إلى هذا الجزء الأخير من المقابلة مع دكتور سمير جعجع. نحن في معراب في بيروت مرة أخرى. دكتور، نحن طرحنا تصويت على صفحة شارع العربي، عندنا 120 ألف مشارك. قلنا هل تؤيد وصول سمير جعجع إلى سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية؟ 20% قالوا نعم و80 قالوا لا. كبداية منيح. منيح 20 كبداية بس طبعا هيدا استفتاء يعني يشمل عرب أكثر من أنه استفتاء لبناني. أنت تشوف حالك رئيس جمهورية؟ أنا لو أفكر بهذا الأمر بهذا الشكل أترك الأمور أن تأخذ مداها الطبيعي. عندما نصل إلى انتخابات رئاسة الجمهورية إذا كان هناك أكثرية تؤيدني لما لا؟ وأكون فخورا بذلك. وإذا لم تكن هناك أكثرية تؤيدني لا، أكمل حياتي السياسية بشكل طبيعي. على الأكيد لن أقوم بحملات انتخابية ولن أحاول إقناع البعض وهيك مرادات البعض الآخر. ما راح تسوق نفسك أبدا. أبدا أبدا. دكتور، أنا فقرة من الآخر هيك من قلبك عادة بتكون وبكل صراحة. اخترت اليوم حول شخصيات نسألك عنها بشكل ثنائي، بدي رأيك بكل شخصين مع بعض. ايه بس اذا بتسمح قبل تعليق صغير على قصة رئاسة الجمهورية. ايه تواحد يقدر يقدر شو حجم يعني شو حجم اللي اخده، بده يكون بالمقارنة مع شيء اخر، مع احد اخر يعني ولا شيء اخر؟ مع احد اخر طبعا. مثل مين؟ ما بتفرق. مش يعني سألت السؤال قبل مثلا تنشوف على نفس 120 ألف، لأنه هون ننتبه يعني ممكن يكون الرقم صغير جدا، ممكن يكون كبير جدا بالمقارنة، لأنه كله بالمقارنة. قلقتك هيدي النسبة؟ لا لا لا، بس أنا علمي جدا. مشان هيك كانت بتكون ذات عبرة أو أستطيع أن أخذ منها عبرة معينة لو كانت بالمقارنة مع أحد آخر أو مع مرشحين آخرين. ولكن لوحدة بحد ذاتها بتعرف الشارع عربي طويل عريض، انه مثل ما بينقال السلام لاسمه يمكن ربنا ما بيرضيه. فممكن يكون الرقم كبير جدا، ممكن ان يكون صغير جدا. بس هيك كيف تتوقع ميشيل عون ياخذكم النسبه بالنسبه له؟ ما بعرف. في احصاء مماثل تحسوا اقرب الشارع العربي؟ ايه لا اقل بعتقد، الا اذا الشارع الايراني كمان بيسود ساعتها ممكن ياخذ اكثر. اليوم جعجع اكثر عروبه من اي قائد
مسيحي عربي؟ حسب ما تقصدين بعروبة، يعني مش قومية عربية، أكثر قربا من الثقافة. إيه أكثر قربا من القضايا العربية والدول العربية والشعوب العربية، بس تنكون يعني الأمور واضحة جدا. طيب. ما لها علاقة بالقومية العربية، شيء آخر مختلف. طيب رياض الصلاح وبشارة الخوري، إيه تريديني أن شو بيعنوا لك هدول اثنين مع بعض؟ ميثاق الوطني. كميل شمعون وبيير جميل الأب. اثنيناتهم رجال كبار، رجال كبار وهيك دعائم، كانوا دعائم الوجود المسيحي في لبنان صراحة. بشير وأمين لجميل. شخصيتين مختلفتين، بس اثنيناتهم يعني أولاد بيت عريق بالسياسة ولعب دور كتير كبير، بس هون شخصيتين مختلفتين. مثلا رياض الصلح بشار الخوري شيء اخر يعني قراب من بعضهم. كميل شمعون بيير جميل ولو كان نهج ولو كان طريقتين مختلفتين. لا امين جميل بشير جميل بشو مختلفين يعني كيف؟ بالمقاربة الامور، بطريقة معالجة الامور، بالمواجهة وعدم المواجهة. مين كان اصلح لرئاسة لبنان؟ يعني فضل ما جاوب. طبعا بشير جميل انا كنت بالقوات اللبنانيه بكل صراحه، وهو اللي اجى رئيس لبنان. مين صلب لبنان اكثر؟ لا اريد ان اجاوب على هذا السؤال. جاوبت بعدم جوابك بعتقد. كامل الاسعد ونبيه البري. نبيه بري انا عندي ضعف تجاه الرئيس بري صراحة، يعني ضعف شخصي، مع أنه بعتبر أنه كامل أسعد عم بحكي على المستوى السياسي كل الوقت كان يعني كنا نتشارك وإياه في التصور السياسي الواحد للبنان، لكن على المستوى الشخصي لا أخفيك أن لدي ضعف على شخص الرئيس نبيه بري. بتحبه لنبيه بري؟ أي. ليش؟ ما فيك تقولي ليش، أنت بتشوفي شخصين، يمكن واحد منطقي اكثر من الثاني يمكن كذا، بس تقولي هيدا حبيتيه هيدا ما حبيتيه، هيدا هيك يعني بتحسيه قريب لك اكثر. بس انت قلت انه ما رح تنتخبه لدوره رئاسه ثانيه. ايه مثل ما انه مثلا بي انا كثير بحبه بس ما بنتخبه على رئيس جمهوريه لبنان لاسباب اخرى. فرئيس بري لا بحس في قرب وفي في موده بما يتعلق بدوره نيابيه اخرى. إذا إجت الأكثرية من 14 أدار لا ستستطيع أن تكون أكثرية مجلس نيابي من 14 أدار ويكون رئيس مجلس من 8 أدار. فأنا الحل الأمثل بالنسبة لي أن يقوم الرئيس بري بـ 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 بالتحول إلى فريق 14 أدار، هذا يكون يكون كملت مع تمام. فيك تتخيل الحياة السياسية اللبنانية بدون نبيه بري؟ بدون الطبخة تبعه وال كل شيء منشوفه تركيبات؟ هلا صراحة ما حدا منا يعني لا يستغنى عنه بالتاريخ ككل، لا يعني كل حدا هلا طبعا بالوقت الحاضر الرئيس بري بيلعب دور، بس كلنا سوا بنهاية المطاف ولو بعد حين زائلين وبده يجي ناس تانيين محلنا. في حدا اليوم مهم مات محمد وما تعطلت قيمته، وبالتالي انه كلنا سوا ما حدا رح يتعطل من ورانا. القوات بتتعطل بعد جعجع؟ ما بعتقد، خصوصا بالطريقة اللي عم تنشغل فيها القوات بالوقت الحاضر. بس العالم بيقولوا غير هيك دكتور، لأن بعد مش عم بيعرفوا شو عم بصير داخل القوات. مو بخفيك إنه بعد بدها 5 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين ممارسة فعلية تتوصل لهالمستوى، بس أقل له صارت على الطريق الصحيح. كمال ووليد جملاط. هون السؤال، هون السؤال أصعب بكتير. كمال ووليد جملاط انه كيف بقارنهم مع بعضهم؟ شو حدا بتحبه كثير حدا بتكرهه كثير ولا لا كيف؟ لا 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 بحبه ولا بكره هون. أوكي. لانه ما صار لي مجال اتعرف هيك عن قرب. طبعا ولي جنبلاط تعرفت عليه عن قرب بشخص مهضوم ومثقف، للاسف كمان جنبلاط ما عرفته. هلا بعد ما قرات له يعني بس ما فيني الا ما اقول انه كان رجل كبير. اعتقد ان كمال جنبلاط كانت تهمه هيك المبادئ الكبرى والطروحات الكبرى والمشاريع الكبرى أكثر من وليد. رشيد كرامي وعمر كرامي. لا أعتقد أن رشيد كرامي رجل دولة من الطراز الأول، لا شيء آخر، بحث آخر مختلف تماماً.
أنت بريء من دمه؟ طبعاً. وساعات بكافة الأحوال أنا رأيي من ضل هالأسئلة تطرح يجب أن نجلس على الطاولة ونطرح كل قضايا الحرب ونتفاهم عليها. هيدا مهم الجرأة هيدا مهم, مهم جدا بس للأسف الباقيين يتهربوا منها. بيجي بيتهمونا اتهامات ونجي على ساعة الحقيقة. موسى الصدر وحسن نصر الله. موسى الصدر ما تعرفت عليه عن كسب، ما بسمع على حالي أحكم عليه على الإطلاق، ومن وراء تصاريحه أو كتاباته ما بقدر كون فكرة عنه. عن تجربته مقارنة بحسن نصر الله. وبخلاف رأي الكثيرين أنا أعتقد أنهم على يعني على خط واحد. هذا الخط بدأ مع الإمام موسى الصدر ونهاية هذا الخط الآن مع السيد حسن نصر الله، ولكن ليس من هنالك فوارق جوهرية كما يعتقد البعض. هلا أسلوب الإمام الصدر كان أسلوب طبعا مختلف، ولكن باعتقادي أننا يعني أننا أمام نوعية واحدة أقلهم من هيك التطلع السياسي البعيد المدى، ولو تمظهر مع السيد مع الإمام موسى الصدر بشكل ومع السيد حسن نصر الله بشكل آخر. ماذا بعد حسن نصر الله؟ أقصى تمنياتي أن لا يكون السيد حسن يزج الطائفة الشيعية في لبنان ولبنان بشكل عام، يعني في مآزق أكبر بكثير من طاقتنا وطاقة الطائفة الشيعية على التحمل. أنا بقول لك شغلة صغيرة هلا يعني عم نعيشها، إنه اليوم الشيعي العادي بلبنان يلي هو بصلب لبنان وبصلب تكوين لبنان ومواطن أصيل بلبنان أقلهم مثل غيره، إذا ما كان أكثر من غيره، في روح سوريا؟ ما في روح سوريا، في روح شمال؟ ما في روح شمال، في روح جنوب؟ ما في روح جنوب، يعني ما في إنه حطوا السيد حسن نصر الله بقالب هيك كتير ضيق وقطع عليها أوصال المنطقة وأوصال حتى بقية لبنان، وهذا لا يجوز. ربما يقول لأنه الأقوى، هو الأهم اليوم لبقاء لبنان. لا، ضد المطامع. لا، لست من هذا الرأي أبدا. أنا رأيي وجود حزب الله بالشكل الذي هو موجود فيه هو الذي يستجلب أخطار أصلا لم تكن موجودة على لبنان. رفيق وسعد الحريري. هذا أمر مختلف جدا. مختلف جدا جدا. عرفت الاثنين طبعا، عرفت سعد الحريري عن كثب أكثر، وبالمناسبة أوجه له تحية كبرى لأنه حليف أمين صديق صدوق بشكل مستمر. بشبه بيو؟ اثنينتهم سوا ساهموا إلى حد كتير كبير بتقارب المسلمين والمسيحيين في لبنان. هاي حسنتهم الأساسية، يمكن بعض الناس بينظروا لهم وبشكل عام. مثلا في هذه الفترة بالذات أين هو سعد الحريري الآن؟ هو في الفاتيكان على سبيل المثال الحصر. فأنا برأيي الميزة الأساسية اللي بتجمعهم بغض النظر عما يقوله الآخرون هو أنهم كتير قربوا المسلمين والمسيحيين من بعضهم في لبنان. مين أقوى اليوم ب 14 أذار؟ سمير جعجع ولا سعد الحريري؟ من يقود التيار؟ هذا ليس بموضوع بحث على الإطلاق. نحن نعمل مع بعضنا، احيانا يكون واحد يعمل اكثر، احيانا الاخر يعمل اكثر. عم بيقولوا انه انت تقود تيار المستقبل حتى. لا، هذا غير صحيح. تيار المستقبل تيار قائم بحد ذاته، له قياداته وقياداته ما زالت على قيد الحياه وستبقى على قيد الحياه. نحن على تحالف، بس على تحالف متين جدا وعميق جدا مع تيار المستقبل، كانت اخر نتائج انتخابات نقابه المحامين في الشمال على سبيل المثال للحصر. طيب، البعض ايضا يقول انك استفدت من غياب وليد جنبلاط من محور 14 أذار لتقود أنت الموقف. ليس أنا من أسر، أنا كنت مسرور جدا بوجود وليد جنبلاط صراحة. وأقول لك شيء، في المرحلة التي عايش فيها وليد جنبلاط كان بطلا في 14 أذار. وليد جنبلاط من خلال تحركه هو أدى إلى يعني ساهم مساهمة مباشرة في خروج السوريين من لبنان، في خروجي أنا من السجن، وفي خروج كل اللبنانيين من الوضع الذي كانوا فيه. ولكن بعد غياب وليد جنبلاط تعفي، نشأ فراغ والطبيعة في وقتها كان بطل وكان صح، وهلأ صار غير بطل وخاطئ. مش بعده لا، ما عم بقول أنا لا غير بطل له شغل، بس وقتها كان عم بخوض معركة كبيرة. هلأ مش عم بخوض معركة كبيرة، عم بخوض معركة يعني أقل. بركي هو الصح وأنتو خطأ، هيدي التاريخ بيحكم عليها. ميشيل عون
سمير جعجع صديقي العزيز. يا الصداقة هيدا تعريف جديد للصداقة. طيب مش كل شيء يعني. ميشيل عون وسمير جعجع. لا لا شخصين مختلفين تماما تماما كليا يعني اختلاف كلي بالطبعين يعني وبالمقاربات وبالممارسة وبكل شيء. بس طبعا هذا كان ممكن أن لا يفسد بالود قضية. هلأ الخلاف الأساسي بالفعل هو خلاف سياسي. بتعرفي حضرتك بتعرفي لأنك عايشت أشخاص وقياديين وسياسيين. ذكر حدا عندك حقد عليه أو عندك شعور سلبي ببين على الشخص. أنا ليس هذا وضع تجاه العماد عون. أنت على فكرة عفوا بس بتضحك كل ما قال لك ميشيل عون. لا مش في ابتسامة بتطلع. لا مش قصة فسرها أنت فسرها. لا لأنه صراحة في بعض هيك طريقة يعني في بعض التعبير أو يمكن الطريقة التي يتناول فيها بعض الأمور. لا أنا قصدت أنه عندك تعبير خاص فيه فقد يكون من باب شعور خاص. ما بعتقد أنه محبة مثلا. تعرفي لا لا على الأكيد لا أحمل حقدا لأحد. هي على الأكيد ولا بغضا لأحد. دكتور؟ أحمل مواقف سياسية واضحة. أوكي. هي سجن على الأكيد. السجن السياسي ماذا علمك وهل علمته أنت؟ ماذا علمته؟ أنا أعتبر أن فترة اعتقالي السياسي كانت اعتقال سياسي هي الأهم في حياتي. لأنه قد ما تعمل قد ما تقومي بإنجازات مادية الإنجاز المادي مدى قصير. الإنجاز المعنوي هو الذي يستمر عبر التاريخ. أنا يكفيني أنه بعد 10 سنين ومئة سنة ومئتان سنة وثلاثمئة سنة سيقول هيك جيل من الصبية يتربون في لبنان أنه كان في التاريخ شخص لم يتورع عن أن يذهب إلى الاعتقال بدون أن يعرف أنه إذا كان سيخرج حيا من هذا الاعتقال ولا مجرد لعدم الخضوع أو لتغيير أي شيء في طروحاته السياسية أو للعب بقناعاته. كان عندك خيار دكتور؟ أنا معلوم كان عندي خيار. أول شيء المساومة. ما تنسي أنا عرضت علي الوزارة بين سنة 90 و 94 مرتين. مش عرضت علي عينت وزير ولم ألتحق. بس أنت كان بدك أكثر لأنه صح؟ اوكي بس كان فيني انه ارضى بأقل. لو القصه قصه كميه ما قبلت بالتسويه يعني. لا ما قبلت بالتسويه كله بالوضع كله اللي كان قائم. النقطه الاخرى كان فيني اترك البلد. هذا خيار كثير بسيط. وبكافه الاحوال قبل اعتقالي بشهر وشهرين ارسل لي عده مرات القول انه هلا الوضع غير ملائم اترك البلد. ولم اترك البلد. لا كان عندي خيارات اخرى اقله ترك البلد هذا على الاكيد يعني حتى اخر لحظه كان هذا خيار ما. لانه كانت تفضل سته الوصايه ان اترك بلد على ان ياخذوا عناء اعتقالي وفبركه ملفات وعرفت كيف ستحدث ضجه ما. بينما لو تركت البلد انا ورحت انا وزوجتي قعدت برا بالخارج كان يقولوا شفتوا لك وهذا. نعم. العكس. دكتور بدي منك كلمه جمله بسيطه للعرب اليوم. نحن الشارع العربي بدي جمله انت بتعرف كيف يفكروا فيك. ربما على مستوى القيادات وضعك أفضل بالنسبة للشارع. أنت عم تقول هو بسبب يعني صور بثت كاذبة خطأ عنك. بدي كلمة اليوم للشارع العربي. أنا لست من صوروه لكم. أنا من هو. أتمنى على كل مواطن ومواطنة في الشارع العربي أن يروني على حقيقتي وأن يتابعوا تصاريحي وخطواتي السياسية وليحكموا بعدها وأنا أقبل بحكمهم كيفما كان هذا الحكم. شكرا لك. أهلا. دكتور سمير جعجع رئيس قوات اللبنانية. شكرا لكم مشاهدينا. هذه الحلقة انتهت بهذه الرسالة مباشرة إلى مشاهدين الشارع العربي والحكم لكم.